السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محترم بزرگ دوستو اور نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں اور ماں اور بہنوں، آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا اور سنیے گا، اور آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو ضرور لائک کر دیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا اور بیل آئیکن کو دبا دیجیے گا اور شیئر کر دیجیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد
لم يلد ولم يولد ولم يكن له